السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خفيف وظريف ان شاء الله. غادي نشارك معكم واحد جوج الحاجات كنعملهم في السكسو انا، واللي جربتهم اللي غادي يقيس السكسو ديالها غادي يقول لها كيفاش كتعطلو. اول فكره البنات، دائما في التبخير السكسو سواء الاولى او الاخرى اللي بغيتو، كتجيبوا واحد فليفله حاره او جوج اللي بغيتو وكتغطسوهم في هذاك السكسو قبل ما تعملوه يتبخر. هاد الفكره ما كتحررش، ما كتطلقش الحروره. اول حاجه الفليفله ما كتطلقش الحروره في السكسو، لكن كتعطي واحد الريحه مزيونه وواحد البنه كذلك رائعه. كنعملوا فوق السكسو بحال هذا الشكل هذا، وكنعملوه يبخر عادي بحال اللي كتبخروا السكسو ديالكم، سواء التبخيره الاولانيه التبخيره الاخريه كيف ما بغيتوا صافي. وكتعملوا التبخيره ديالكم تبخر عادي. كذلك فكره ثانيه غنشاركها معكم، التبخيره الاخريه السكسو صافي، غير واحد المرحله الاخر في السكسو كتجيبوا شويه من هذيك المريقه ديال حتى كتكونوا عملتوا الخضره وطلعت فيه واحد شويه الغليه، يعني المريقه طعمت بديك الخضره، كتحيدوا منها المريقه وكتسقيو بها كتفزكوا بها السكسو بحال هذا الشكل هذا. طبعا في هذه المرحله كنقيسوا السمن كنقيسوا الملاح، كذلك انا كنت مرطبها بالماء، ومن بعد كنجيب واحد شويه المرقه بحال اللي شفتوا معايا بحال هذا الشكل، وكنسقيوه كامل بحال هذا وكنشربوه وكنردوا يتبخر التبخيره الاخرى. جربوها ديال البنات وغادي ترحموني عليها. السكسو كيجي من الد ما ياكل ما تشبعوش منه. وهاد الحفيره هذه ما تنساوهاش في الكسكس، كتخلي الربو يطلع ويتوزع فوق السكسو كامل. هاد الوصفه هذه او السكسو هذا كنت عملته ومشي للناس طلبوا لي في الخدمه ديال الراجل ديالي، غادي نشاركوا معكم ان شاء الله كيفاش عدلت هاد السكسو هذا في الفيديو القادم. انتظروني قريبا.